صحيح أنه تم توقيع اتفاق في جوبا. نعم. لكن هذا الاتفاق كويس كان من أهم بنود الترتيبات الأمنية. نعم. الترتيبات الأمنية لم تتم حتى هذه اللحظة، مما أفرز عدد من المسلحين سواء من الحركات الثورية أو مسلحين آخرين خارج نطاق الترتيبات الأمنية يحملون سلاح في العواصم وفي المدن. نعم. وهذا السلاح هو ما عندوش قانون يحكمه، بالتالي تحول لإجرام. العاصمة والأقاليم ودارفور تعيش في أسوأ حالاتها الأمنية.